السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من مادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات للصف الثالث ابتدائي. عنوان الوحدة: أجهزتي وملفاتي الرقمية. الدرس الرابع: عرض الشرائح. كتاب الطالب من الصفحة ثمانية وثمانون إلى الصفحة ثلاثة كتاب التدريبات من الصفحة 41 إلى الصفحة 42. أهداف الدرس: أن ينشئ الطالب عرضاً للصور كشرائح باستخدام برنامج تحرير الصور Photos. أن يشغل الطالب الفيديو باستخدام برنامج Movies تي TV. مصطلحات الدرس. صور photos فيديو videos عرض الشرائح slide أراك سعيدة يا ريم لقد أعلنت معلمة مادة الحاسوب عن الفائزين في مسابقة هذا الأسبوع ولقد فزت بالمركز الأول كما قامت بعمل عرض للشرائح لأعمال الطلاب المتميزين وعرض الفيديو الناتج باستخدام برنامج ويندوز موفيز أند تي في وأنا أيضا أتممت بحثي عن الحيوانات البرية في دولة قطر وأفكر بأن أقوم بعمل عرض للشرائح ثم عرض الفيديو الناتج باستخدام Windows Movies and TV هل يمكنك مساعدتي في ذلك يا ريم؟ هيا بنا يا حمد لنكتشف الخطوات معا عرض الصور كشرائح هو استعراض مجموعه من الصور الرقميه ليتم عرضها واحده تلو الاخرى مثل ما هو مبين على شاشه الحاسوب لإنشاء عرض للصور كشرائح اولا سنقوم بفتح برنامج فوتوس مثلما تعلمنا في الحصص السابقه هل تذكرون الخطوات؟ سنضغط أولا على زر ستارت ابدأ نقوم بتمرير الشريط الجانبي إلى الأسفل وصولا إلى التطبيقات التي تبدأ بحرف P ثم نضغط فوتوس سيتم فتح البرنامج نضغط زر Albums. ثم New ألبوم نقوم بتحديد الصور التي نريد عرضها ثم نضغط زر Create لقد تم إنشاء عرض للصور كشرائح مثل ما هو مبين على الشاشة لتشغيل عرض للصور كشرائح سنضغط سلايد عرض الشرائح سيتم عرض الصور كشرائح اضغط باستخدام مؤشر الفأرة لإيقاف عرض الشرائح اضغط pause preview ايقاف المعاينة لإيقاف عرض الشرائح والآن هيا بنا عزيزي الطالب لنقوم بحل التدريب ثلاثة صفحة اثنان وأربعون السؤال رتب الخطوات اللازمة لإنشاء عرض الصور كشرائح فكر قليلا عزيزي الطالب قبل الإجابة انتهى التوقيت، هيا بنا لنصحح إجاباتنا. إذًا ما هي الخطوة الأولى؟ أحسنتم، سنضغط زر ألبوم. ما هي الخطوة الثانية؟ ممتاز، سنضغط نيو ألبوم. ما هي الخطوة الثالثة؟ أحسنتم! سنقوم بتحديد الصور التي سنقوم بإضافتها لعرض الصور كشرائح. ما هي الخطوة الأخيرة؟ ممتاز، سنضغط زر Create وسيتم إنشاء عرض الصور كشرائح. بارك الله فيكم طلاب صف ثالث. هيا بنا الآن عزيزي الطالب لنتعلم خطوات تشغيل مقاطع الفيديو. الموجودة في حاسوبنا باستخدام برنامج Windows Movies and TV أولا سنقوم بفتح البرنامج اضغط زر Start قم بتمرير الشريط الجانبي إلى الأسفل ثم اضغط Movies and TV سيتم فتح البرنامج اضغط Video Folders ثم اضغط على الفيديو سيتم تشغيل الفيديو هيا بنا الآن لنقوم بحل التدريب واحد صفحة واحد وأربعون، السؤال ضع علامة صح للجملة الصحيحة وعلامة خطأ للجملة الخطأ، استعن بالحاسوب للتحقق من إجاباتك. فكر قليلا عزيزي الطالب قبل الاجابه انتهى التوقيت هيا بنا لنصحح اجاباتنا الجمله الاولى يمكننا إنشاء عرض الصور كشرائح باستخدام Photos، صح أم خطأ؟ صح، أحسنتم. الجملة الثانية، يمكننا تصحيح الصور وتعديلها باستخدام برنامج Movies and TV، صح أم خطأ؟ خطأ، ممتاز. الجملة الثالثة. لإنشاء عرض الصور كشرائح يجب عليك في البداية أن تقوم بتحديد صندوق الاختيار أمام الصور التي ترغب بإدراجها في عرض الشرائح صح أم خطأ؟ صح ممتاز الجملة الرابعة يمكننا تسجيل الأصوات باستخدام برنامج Movies and TV صح أم خطأ؟ خطأ بارك الله فيكم الجملة الخامسة لتشغيل عرض صورة كشريحة يجب أن نضغط على زر سلايد شو صح أم خطأ؟ صح ممتاز بارك الله فيكم طلاب صف ثالث هيا بنا الان لنقوم بحل التطبيق العملي 2 صفحة 41 السؤال انشئ عرض صور كشرائح مستخدما الصور من متحف مشير اذهب الى مجلد pictures للعثور على صور المتحف ستمكنك معلمتك من الصور من خلال منصه التعلم تيمز دوّن أسماء الصور التي ستقوم بإدراجها في عرض الشرائح. افتح Photos، اختر الصور التي ترغب بإدراجها في عرض الصور كشرائح. قم بتشغيل عرض الصور باستخدام تطبيق Windows Movies TV، وقدّم العرض أمام زملائك في الصف. هيا بنا يا أبطال صف ثالث. لنطبق معا اسئله التدريب الثاني هيا بنا اعزائي الطلاب لنقوم بحل اسئله التدريب العملي سنقوم اولا بعرض الصور كشرائح ثم تحميل الفيديو الناتج عنها لنبدا اولا بتشغيل برنامج فوتوس اضغط ستارت مرر الشريط الجانبي الى الاسفل ثم اضغط فوتوس سيتم تشغيل البرنامج. لنقم بإضافة الصور إلى مجموعتك. اضغط Folders ،Add a Folder ، حدد مكان حفظ الصور Pictures ، وحدد المجلد الخاص بالصور. سيتم إضافة الصور إلى مجموعتك. لنقم الآن بعرض الصور كشرائح اضغط albums new album قم بتحديد الصور التي تريد عرضها كشرائح ثم اضغط create لقد تم انشاء عرض الصور كشرائح لمشاهدة الفيديو، اضغط Watch لحفظ وتحميل الفيديو، اضغط Finish Video ثم Export حدد مكان حفظ الفيديو، فيديو، ثم اكتب اسم الفيديو. سنختار متاحف مشيرب. ثم اضغط زر Export. سيتم تحميل وحفظ الفيديو. لتشغيل الفيديو سنقوم بفتح برنامج Movies and TV. اضغط زر Start. مرر الشريط الجانبي إلى الأسفل. واضغط Movies and TV. اضغط Video Folders. ثم اضغط على الفيديو سيتم تشغيل الفيديو هل يمكنك أن تشرح لنا ما تعلمته يا حمد؟ لقد تعلمت كيف أقوم بإنشاء عرض للصور كشرائح وذلك بالضغط أولاً على البومس ثم نيو ألبوم أقوم بتحديد الصور التي أريد عرضها كشرائح ثم اضغط create سيتم عرض الصور كشرائح تعلمت أيضا كيف أقوم بتشغيل مقاطع الفيديو الموجودة في حاسوبنا وذلك باستخدام Windows Movies and TV أقوم أولا بتشغيل البرنامج وذلك بالضغط على زر Start ثم Movies and TV سيتم فتح البرنامج أضغط على Video Folders ثم اضغط ضغطه مزدوجه على الفيديو الذي اريد تشغيله سيتم تشغيل الفيديو ماذا تعلمنا في درس اليوم عرض الصور كشرائح باستخدام فوتوس تشغيل فيديو باستخدام Movies and TV إلى اللقاء في درس جديد من مادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق إلى اللقاء